ما نسيتي والو؟ تنهض لك على الصباح كون كانوا الكليير كلهم بحالك. شفتي على حرفة العصاب وقل شي في الافوار كنا مهنين لاجل قليل ولكن ما كنا هزينهم. عقلتي؟ عييت ابلكي كاع عينا ياك ما مريض الدري خلاك عاوتاني وزاد كون غير دارها هادشي كله زهر. عند الاشاره تكون الساعه 10 صباحا. اهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز 10. ذكر الجيش الإسرائيلي. أنا كنت معول عليه ساعة ما خرج منه والو، لا قرايه لا صنعه، حتى من الفلوس اللي كنصورو، شي كنشوفو، وشي ما كنعرفو فين دار. معليش، الدري باقي صغير. صغير؟ ما عندي ما نخسر أنا، أنا ساليت، أنا قد براسي، عمرني ما عولت على حد، لا عليه ولا على غيره، ما كاينش اللي يهلكني في صحتي بدو. فاين هو قاسم اللي كنت كنعرف؟ حتى انا ما بقيتش كنعرف. شحال تعدي بعد لقيتو ليك؟ راه هضرت معاه قلت له دوز من هنا غادي نقولها لك. دري ظريف ومعقول ويلاق ليك. وسميتو ربيع ساكن ورانا الوطن القديم. قالك شي مشى؟ ماشي شغلي اللي كنعرف انا هو خصك تخلصني. هذا راه طير ماشي خيريه. غادي يخلصك الحاجه كتعرفيني؟ كنعرفكم بجوج انت وهذاك البالا. ونخلصك باش؟ راه كلشي يداه. ماشي شغلي صاحبك هذاك دبر معاه. اش من صحبه؟ حاجه شي قالوا الله يعفو عليك. واش اخر؟ الله يعفو عليا منك ومنكم كلكم. مال هادو اجاهم اليوم؟ الحاج الله يرحمه ديما كان كيقولها اللي ما خلصك هنا ما تسال منه والو ليه.
ايوا ملي عرفتي هذا الشيء الحاج علاش مشيتي قبل الوقت؟ واش غادي ندير دابا؟ انا عارفه اش خصني ندير. ما غاديش نسلت الحاجه الا كانت شي فاش كتفكري. انا كنت ديما كنخلصك. علاش غادي ويلا رجع؟ الا رجع تفاهم معاه ياك صاحبك. شحال كتسالك؟ شحال كتسالي؟ انت هو ربيع، خذ هوايج وجي معايا. هذا صاحب اللي خليك على الدس وزيد. ما فهمتش، ما خليت حتى كنت انا وياه. خمس سنين وحنا مصاحب، عمره ما دار قاسم ياك. صافي راه شي نهار غتخلينا في شي خلا. شكون هاد الفينا؟ شكون شمر على دراعك اليوم؟ يعاون الله اجو موجد لينا. كان وجو شاد والو. ويعرف. ربيع تعاود يطلع. سي مصطفى ما عندنا حتى حنا. طيحنا الشتا بكري. عين الله ذاتي نكون ألقوها لو يغيظر مني من هاي تذوق يشرب قاس من الحليب يذوق الحلاوة. نسيت البوطة عاوتاني. وانا مالي صيفط شي وحده. الوالد عجبتيه؟ مشتي والو. غادي نعجبك حتى انت. عندك تصحابني انا غادي نتصاحب معاك. راه واحد الانسان ما كيتصاحبش. عمر الصحاب ما كانوا عندي. ما
عندك شي سميه اخرى؟ ورابع مالها؟ ترابع سميه. انا ما مقلقانيش، بالعكس. ماشي سميتي اللي ما عجبكش، انا اللي ما عجبكش. شفتي فيا شي حاجه ما عجبتكش؟ انت فهمتي وبلا ما تقلق، نهار تبان لي الفرصه انا اللي غادي نسلت في حالي. شحال هادي وانت كتشطح؟ ما كنحمش اللي تكلم معايا هكذا. كيفاش بغيتي نهضر معاك السيد؟ ما شوفكش الزين، سير تتعلم واجب. ما كاين ما يدار اخويا، باين ماشي من هنا. ادلب ادلب شوية خويا ولا كتسوى. بردوا شوية واخا. مال هذا خويا مال؟ هذا ما سموش خوينا، اسمح لي إلا زدتي كلمة وحدة غادي يخلي ضربك. شي قهوة؟ الله يكون ما يدار اليوم. أنا بغا يكون ما يدار. السوق معمر حتى لغدا. الناس اللي ساكنين بعيد راه كيحطوا من دابا. من العشية ما تلقى فين تحط رجلك. ما عرفتينيش؟ العربية. واه زعما تبدلت حتى لهاد الدرجة. والله ما عرفتك. عرفتي شحال هادي؟ عامين. بلجيكا. دوزت تما تقريبا شي 3 سنين. سعداتك، ما كاين ما يدار هنا خويا. تا تما ماشي ساهل. خص الواحد يكون كابابل. لكن صافا الحمد لله. معنا كنت متريني هنا مزيان. ما لقيت حتى مشكل. عجبتك؟ شفتك كيفاش كنتي كتشوف فيها؟ كتشوف فيها بشكل ما عجبنيش. انا راه كنفهم البشر مزيان. يمكن ما كاينش شي واحد في الدنيا كيفهم البشر بحالي. مالا دعوتاني؟ شوف نقول لك واحد الحاجة، قامت تستع راسك. أنا ما عنديش مع داك الشيء.
كتكمل الميريكان دابا. ديما خصك، ما كاين غير الميريكان. واش درتي بلجيكا؟ كل مرة واش درت البوكس بزاف. أري أري شكون هي هادي؟ مدام اش غادي ندير؟ تما راه واخا ما تبغيش يزوجوك بز منك. ايوا الاخ حتى هو بلجيكا؟ لا لا الله ينجيني اختي. من اش؟ من بلجيكا ولا من البلجيكيات؟ خلي راه كيشخر مع راسك. خليه عندك انصار راسك راه جيت على قبلك. جيتي على قبل وياك؟ والله ما نكسب الحوايج اللي عنده. كيشطح مزيان. دوزي غدا وتشوفي. ما كرهتش لي يكون مال الخدمه. بصحة وخت بغاتك تشوف معاها، بغات شي شطحه سبيسيال. ايوا انت بديتي كتخسر الهضره. ولا الغيره هادي؟ الغيره والله كون شفتي لاش كنت داير تما والله تدوخي. ايه وعلاش رجعتي؟ بحال ولا كنا نجراو عليك. ترى عزيزة عليك المضاربة. فرين قال أخت ماشي حتى بلاد ما تقبل عليك. عرفتي اش غادي ديري؟ ندبري لك على شي بلجيكي نصراني. أنا ناخذ نصراني. المهم هو توصلي تما. سمعتي هاد خوينا هو بحرجة وأنا بغي يصيفطني. ما كتشربش. ما عرض علي حد. واش كندير انا؟ هاك اخويا ليلي حوجك. شنو
شي واحد كيتسناك في الطريق، شي واحد لاباس عليه، والطريق طويلة وغادي توصلي وغتولدي معاه غير البنات. وشحال؟ سبعة. هادشي اللي مكتوب هنا بلاتي. كاين واحد وليد زوين هاهو مخبينا. افوت هاد الهضرة، فوت عليك هاديك اللي دارك طيبتيها. نمشي نجيب واحد الدورة قبل ما تدريب عليا هاد البراك. الوليد قبيلة خليته عيان. أنا ماشي طبيب. خصك تطلع عليها صاحبي. هو عمرو طلع على شي واحد. ضريف مسكين. باينه عليه شي حاجه اخرى. ما الظرفه ما عرفتش. مالك معاه؟ بحال الا داير لك شي حاجه. عجبك؟ ما عرفتش علاش عزيز عليكم بحال هذا النوع. المراه ما كتشوفش غير النعاس. يمكن انت علاش كتقلبي؟ انا كنقلب على شي حاجه، ولكن ماشي داكشي اللي على بالك. صافي بركه من هذا الموضوع. الصباح انت كتهضر غير عليه. كنحمش السكوت. ما كون سحاب ما نجي. اها اللحظه وتتلحظ فقط ان مدرب امل هو اللي حاضر ولجمع هذه العناصر التي يقودها العميد اميغاس. وتيجي فرق الحال بعد النتائج السلبيه اللي سجلها المنتخب ديال الكامون هاد النصفيات. شكون اللي يقدر يقعد معك حتى دقيقه واحده؟ العفو. اه صب صب سير بحال سير. هاي غادية حرط وصلي. هو حاضر فقط في مجموعة شابة خط الأمل. روض أغلبية اللاعبين من فوق التامي وضرب عدل. قول شي نمرة. 14. إلا مشيتي معايا مزيان ما غادي خصك تا خير. إلا بعدتي من طريق داك المسخوط غادي تربح. جيب شي ستيلو. ها هو. أرى شي قهوة. هذا ديال اليوم غالي ديال الفلوس. كنشمو من هنا. وقول شي نمرة. عطاني الله هاد الحاسة الكلابية. كتشمي منهم في السماء. خصنا واحد غير يكون عايق. هي دابا انت عايق. معلوم. ورا شنو مرة ملي كتشوف عاود صغير وفن، ملي كتميزي عليه يدخل هو الديرني، ما تعيقش. من نهار عاقو بيا ما بقيت لعبت. والنمرة الزوج
زوج و 14 و الاخرين دبر راسك. كل شي غادي يكون سكران وترى القوم سكارى وما هم بسكارى. انا وصلكم هالعلامات هالعلامات غير لي ما بغى يشوف. واه تخينا شحال في ديال التبرزيط. صدعتينا بهاد صاحبك في الميريكان. غادي غير نشوف واش جات شي برا. بنادم في الميريكان عاد غيفكر فيك انت. صافي الناس كلهم ماشي بحالي. انا صاحب كيليز وحنا ديزي منا قلت ندير شي طله ربما تكون جات شي برا. لا والو صافرة عقلت عليه. دريك كيشط حنايا واحد النهار صلح في الميريكان. عقلتي سكتونا الخوت خدم عقلكم شويه بلاصه نبقاو في صدعين الدنيا قلبوا لنا على شي حل. اش من حل؟ العام اللي فات داروا لنا بحال هكا والله علينا لا دازت هذا العام. عرفتي اشنا هي من الموسم؟ الناس العام كله موجوده كتسنى. الكوليرا قال لك الكوليرا ما لقات امتى تجي. الناس ديما مرض حتى لدابا عاد غادي يخافوا. الا سعفتوني الخوت يلا وبينا لدار صلحت تما ما كاين لا جفاف ولا مولاي به. غمضرا بيرو خاوي ما كاين معاه من تهضر. ولاش غادي نتسناو هاد الرخصه؟ اللي عنده شي باجاج يحطو اللي ليها ليها. سمعوا الجناب هذا شي غيتوصل وهي اللي عندها الاخبار واللي قررات اللجنه هو اللي غادي يكون. انت وقيل غادي تفهمني. اذا اسندت الامور الى غير اهلها انتظري الساعه. أو راه هي اللي خربت وخر. أضنا في راي لو وصلتنا لتا مصلحت ما تقولها لحد. وماك مقلق. ما كتقلقش وانت عمرك ما تقلق. لا بحال هاد خوينا هذا اللي خلانا كنتسناو هنا ومدبر على راسه وحنا دور معاك الوالد
لا علاش؟ والو غير سولتك. غادي تبقى ديما في هاد الحالة العام اللي جاي يلقاك بحال هكا قابل البطاطا؟ وعلاش بك الحال؟ ما تبغيش تبدل الجو؟ ولا انت ما عندك غرض كتسنى صاحبك ديال الميريكان يصيفط لك؟ شوفنا وليدي شكون داير تما. خوك ديما دافع عليهم كبير. دخل وقت ما بغيت ونخرج وقت ما بغيت. شحال نكون حرق ديال الفلوس. انا راه كنت ميكانيسيان واعر. الدار الخدمه لونترينمون. خدمه الدار لونترينمون. ولاش رجعتي؟ جمع تبارك الله المعلم. اش دار لك؟ باقي الوقت الا بغاو يجيو راه ربط هذا والطريق. وما تعرف يمكن غير وصلوا تصب الشتاء. الا طلقتي شعيطة زينة مازال تحوش قطرات، اما هادو تكون قاعد تصب غير تشوفهم وتعبر. واش بصح داروا معاك اليوم؟ يمكن داروا معاك السيمانة الجاية بحال اليوم ولا إني السيمانة الجاية. نمشي مع العربي. فين؟ شحال هادي وحنا كنججرو في رجلينا بلا فايدة. هاد الحرفة مابقاش فيها. ولينا بحال السعايا. مازال إلا بدل واحد البلاد. وفين غتمشي معاه؟
للخارج. كيفاش غتمشيو؟ غادي ندبر. نعرفي ما عندهم مشكل. ياك كان تما. ما راسيتي. علاش هذا؟ ما بقاوش جايين. ياك قلتها لك. اش عندك ما تقول لي الله يعفو عليا وعليك؟ اللجنة 12 عام هادي ما اجتمعت. كيفاش غيتجمع في 7 أيام؟ جينا جينا، نديرو شي تريح. اسمعوا لي ربيع، بغيت نقول لك هو العربي ما عندك ما دير به، ما عنده ما يدير بك. عرفتي فين دوزها 3 سنين؟ في الحبس. 3 سنين ديال الحبس وما تعناش. ما عرفت علاش يقلب. يقول لك ما كيبان لكش فلان غير زايد، علاش ما نجريوش عليه؟ غتقول لي هادشي فاش لقيتيني كنخمم، علاش ما نخليوش بوحدو فشي خلا بحال الكلب؟ ما عرفت اش بغيتي عندي، بغيتي نمشي فحالي، نهز حوايجي ونزيد، علاش كتكذب؟ انت كذاب، يكون غير شيباني اللي عمرك. ثلاث سنين في بلجيكا. عاد فهمت. عاود لك باللي كنت في الحبس. واش فيها؟ انا راه غير بغيت نزين لك المنظر باش تمشي معايا. اش من غرض عندي نكذب عليك؟ والتصويره؟ اش من تصويره؟ ديالت مادام. تلقاك هزيتيها من شي طرو ديال الزبل. باش تبوزا بها على عباد الله. وحتى التصويره الاخرى باين عليك فيها ماشي بوكسور. دابا يتي دابا عمي ما كنكميش، ولكن دابا معليش
4 سنين ما دخلت. والله سيدي لحنا كنخوروا، والله الا حنا احسن منهم. باش فايتين؟ عرفتوا باش؟ شتاو الدرج؟ العام كامل السما مغلفه، اش غادي يديروا؟ ولا ما عندهم فين يمشيوا؟ غاديين يخدموا، عالشمش معطى الله غير هي، ما نقدروش نبقاو بلا نشاط. سيدي نتبادلوا على هذا الحساب، نعطيوك حنا النشاط وعطينا انت ديك الشتا وداك الثلج. شموا شموا ريحة البلاد. لا بنادم برك علينا ما كاين ما احسن من بلادنا، هو قاعد فيها شفتي كيف ولا من درتي فيه؟ دير 31 درهم ديال المازول. دير شكون؟ القيد. اها لا. ما غاديش تقطعي هذاك القرو. شوفات كدير فيك تخيط يا
رجعتي بكري هاد العام؟ ما عرفنا فين نعطيو الراس، في العربيه الجفاف والمدينه عمر. البلاصه اللي طليتي عليها تلقاها التبنات. الله القوم ما يدارتها بصحتها. الحال كل شيء كيشكي. اللعبه الاولى فابور، اعطينا السوراق، اعطينا السوراق، كل شيء زعام، كل شيء رباح، كل شيء تخير. اللعبه الاولى عباسيه، ما فيش الخسر من شيء. اللعبه سهله مهله، بلا غش بلا تحرميه. اللعبه الاولى عباسيه، اعطينا السوراق ديالو، كل شيء على ظهر الشريفه. اللعبه الاولى فابور، اللعبة الأولى بلا فلوس، عطينا الدورة، عطينا الدورة، كل شيء على ظهر الشركة. كل مرة واحد ربح. عطينا الدورة. غير بالله يا لالا. غير بالله، كل شيء غادي تاخذوا الوراق. اللعبة الأولى عباسية. كل خطرة واحد ربح. لعبة سهلة مهلة بلا غش بلا تحرميات. أيوه. يلا سيدي، المفاجاه الكبرى مع الراقصه حنان. الراقصه حنان رقصه شعبيه. شكرا الراقصه حنان. ليلتك هادي عندك تفلت. أوامر الأولى دارو مركز 81، مركز حنان 81 في السحورة، 86681، ركبوا الأوراق ديالكم. شكون اللي قال؟ اش غدير بواحد بحالي؟ شحال من واحد ما كان عنده حتى ريال، متزوج بوحده لاباس عليها،
وبرسطات لي بالمعقول. علاش ما نمشيوش عندها دابا؟ نديرو شي بلان بحيلا خاصنا شي حاجة. ناس مسكين ناس. عرفتي اش خلي يسرق ليا الفلوس؟ سي ما انا هو مضرب معايا باش نمشي معاه. ما حنا شهرين ما خدمناش. قال لي علاش ما نمشيوش نخدموا في العراسات؟ انا ماشي شطاح قلت ليه. عمري ما عاودت له صاحبي اللي مشى لميريكان. حتى هو كان فنان، فنان بحالي. كان خدام بواحد لطيف في اكادير. واحد النهار شاف واحد الميريكاني هو يديه معاه. عرفتي فين؟ نيويورك. سلام، عاوتاني انا. جيتي؟ ما كاينه قرايه اليوم. اليوم الجمعة. بصح الأيام غير كتجري. ميتين وخمسين جمعة دوزت هنا بحال 250 عام. حسبتيهم؟ هاد الشيء اللي كنضل ندير هنا اش يقدر يدير الواحد في هاد الخلا؟ العطلة بعدا قربات، غير يخبر الواحد مهنا شي ايامات. دار البيضاء كثيرين بشر معك هنا. اش من ناحية؟ نقارو. كيحسبوني بحال شي برانية. فين هو ربيع؟ فين هو ربيع؟ ما عرف. علاش ما كتحملنيش؟ اش بيني وبينك نحملك ولا ما نحملكش؟ دوك الشوفات ديالك المسمومة كنعرفها. كل نهار كنسول اش شدك هنا؟ باغي نعرف. كتسناني نموت. خاب راسك دابا باقي حي. Thank you.
شكون؟ المصور ولد عمي عزيز عليه يصور لافوارات قبل ما يغبروا. والعربي ماله كيهضر عليك بزاف؟ عرفتي شحال واحد كيهضر عليا وشحال من واحد بغى يتزوج بيا. القيد اللي شفتيني معاه هذاك النهار، من نهار جيت هو لاصقني ما طلقني حتى دقيقه. كنقول لي ما باغاش نتزوج، ما باغيش يفهم، ما خليت كيف قلتها لي. ما فهمتش كيفاش يفكروا هاد البشر. واحد النهار ما غادي نبقى نحمل حتى راجل، والله العظيم كيطلعوا الخبز للدماغ. اش كدير هنا؟ كتفاهم مع الطبيعة؟ الوليد هذاك باقي هاد الخلا ما طلع لك في الراس، ما بقيتيش باغا تنتقلي. على حساب ما كنشوف هادشي اللي كديري محال. الطريق اللي غاديه فيها ما غتخرجكش. الناس بداو كيهضروا ويهضروا. بلاصتك غادي نحتاط شويه، ما عرفاش الناس اش كيقولوا. يقولوا اللي بغاو. انا عارفه راسي. عارفه راسك وعندك الراس بعدا. الا عندك هذا الراس خدمي شويه، هذه هي المناسبه. Thank you.
حركة عيانة اليوم. معلوم. هلقاو إمتى يجيبوا السينما تاجينا حنا. ياك اتفقنا سفرنا وياك. أنت اللي بقيت عليه اتفقت معك. دابا بان ليا بحال ما بقى عندك غرض. نرى عندي كلمة واحدة. قلت لك غادي نمشيو غادي نمشيو. جاكم اليوم كل واحد عقد غوبه يشوف قنت ارخف. انا ماشي شغل يكون ما كنتش خدام معاكم. خدام معاه هو. على قبل الوالده. الوالده جاب الوالده الهضره. هادشي اللي فهمت. ست شهور وهي مليوحه في الفراش وعمرو ما طلع عليها حتى ما تتعاد بان. كنوصلوا للتمصلوح حيت كانت برزت. انت ما تقدرش تفهم هادشي. انت ديما من جهته. انا ما من جهة حد. غادي ونجمع شويه ديال الفلوس ونزيد في حالي. مزيان مع راسي وكنعرف اش كيقولوا عليا ولكن شكون هذا اللي مكيقولوش عليه شي حاجه. وعلاش انا ما عندي زهر؟ علاش بغيتي تعرف علاش؟ انت راجل منيرفي. ديما منيرفي. كتنيرفي على والو. حتى انا اللي كنخرج مع ديك المعلمه كون شحال هادي خلا ضربو هذاك القيد. معاك انت الدنيا هانيه. حيت ما بيني وبينها والو. ولا كيحسبك مرا بحالها. لابد خصك تسد. ميمكنش هذا النورمال. هادشي علاش حتى واحد ما كيحملك. ما نهضروش معاهم كاع نخليهم يديروا اللي بغاو. هادشي بيني وبينك كيضحك. غادي ندمو وعقل فين قلتها لك. هادشي كله غادي ندمو عليه واحد النهار.
جيتي في الوقت. ادخل. زيد. شي قهوة؟ اه. شبعتي تصاور غير هو اللي كاين. وهذا شكون؟ ماشي انت؟ غابر في القنت. شكون اللي غادي يعرفني؟ غادي ندير شهادة يمكن ما نرجعش. والخدمة؟ طلع لي الزعتر كله في الراس. على قبل؟ اه على قبله. الشود كاين؟ ايوا انا ما شفت شود. شاهد وصص دابا. ها هي شتو باش تهضر بحال ما عمرناش ليها العين. واه قاسم كاع كله لا تعرفيه. واش هاد الهضرة؟ كيفاش ما تنعرفوش؟ ما جيتيش في يامي ونوريك. قاسم براسو ما كنتش نعطيه الوقت. طوموبيلات المخيرات واقفين في باب الدار. لالا زهره من هنا ولالا زهره من ليل. تنشيريه بصبعي الصغير واللي بغيتو تيحضر. مشى ديك الايام واحد النهار وصلت للدار البيضاء. واحد البلاصة عمرني ما وقفت فيها كلها شجر. الديور ما كيبانوش بقوة الغرس. شوية تحل واحد الباب طلت واحد المرأة وشيرات ليا وجهها بيد كيلمع. كتعرف دوك الوجوه اللي واخا كتبقى كتكبر كتبقى صغيرة هكاك. ملي دخلت لقيت راسي واحد الصالون كبير بلا قياس. خسر الوسط الخام البيض تريات في كل جهه. ثلاث ايام وانا وياه راجلها كيبيع الثوب سريقان. ثلاث ايام وانا وياه حتى خفت. قلت مع راسي الا زدت غير نهار اخر غادي نحصل. شحال بكاحت ملي سمعتني غادي يمشي. قالت لي نعطيك اللي بغيتي غير بقى معايا. اش نقول لكم ثلاث ايام وحنا عايشين غير اللوز والحمام. العربي ملي كيشوف شي بنت زوينه كيتبدل. كلهم الرجال حتى انا ما نعرف. والخدمه كانت عاجباني الخدمه في الاول. كنت كنقول غادي نعلم الدراري مزيان غادي ندير شي حاجه فيها النفع. كنت محمسه وبطع ليا غير ينتمدا. اش طرا؟ ما طرا والو. اش بغيتي يطرا؟ الدراري اللي قريت كلهم كيدوروا هنا. عرفتي والديهم اش يقولوا؟ كون بغاو ولادنا يقراو كون جابوا لينا راجل ماشي مرا.
شكون انت؟ قهوة اخرى؟ شي واحد من العائلة؟ قصة طويلة ما تنبغيش نهضر عليها. مات؟ إلا بغيتي غرق ولا داه البحر كيف كيقولوا، كيشبه ليك ما لاحظتيش؟ الواحد اللي ما شفتيهش بعينيك ميت كتبقى تسنى، كتسنى واحد النار يبان. هادشي علاش؟ انا زعما غير خيال، ما نسوى والو بلا الاخر. ما قلتش هادشي. معليش، حتى انا نيت كنقلب عليها. شحال هادي وانا باغي نولي واحد اخر. تقلقتي؟ انا على الشيطان قاسم. الله ينالو ويخزي. نوجد لك شي قهوه احسن. ما كنشوفش القهوه. مالك قاسم تتقلب على المشاكل؟ شوف حالتك كي ولات. نوضه معطي عيط ليا العربي. بغيت غير نعرف اش من ربح عندك في هاد الحماق؟ وانت اش طلعك من هاد الشطيح؟ ماشي بحال بحال غير كيبان لك. انا غير كنهضر. انت غادي نرجع بلاش؟ اش كيدير هاد المصيبه هنا؟ يلا تقعد برك كملتك. اش بغيتي عندها عاوتاني؟ ياك غير حمق. حمق راه تيقلب على من يتسطر، وراه حمق اكثر منه. العربي العربي اش داكشي؟ الوليد عاود طاح تاني. ولا طاح دابا ينوض؟ مالو باقي دري صغير؟ خرجوا عليا من هنا، انا ما باغي مشاكل. حسن تديوه لمراكش، هنا ما عندنا ما نديرو له. يقدر شي يموت ويهنينا. العربي الخدير. شكون الخدير؟ اللي سرق لي الفلوس. فين هو؟ راه واقف جهه الطوبيس.
شتو برضو حتى عيتو وطحتو على خاطركم. عندكم الزهر لقيتوني اليوم ناشط ومستعد نفهم ونقدر الظروف بالحق إلا فهمتوا حتى انتوما. والفلوس إلا بغيت ترجعوا لتحت وتسنوا الفلوس أنا ما عندي مشكل، ولا بغيت تديروا عقلكم وتبدلوا ساعة أخرى. هادشي فاش لقيتينا كنفكر. حسنا، إنما خطرة أخرى ما نضمن لكم والو. يمكن هذه آخر مرة كنشوفو فيها. ما عرفتي شحال أنا معيق، ما سولتك حتى على سميتك. نزهة. هو هو ما كيتحركش يا صاحبي. طلع طلع. هذا السبيطار هذا واش بغيتي؟ راه عنده الزهر ما يملاحوش بشي قلت بحال الكلب. جاوبني ترى سولت كاسي صافي غير قررتي مع راسك تبيع كل شيء والله يهنيك. سيدي اللي كيسول عليك شحال من مره والراجل كنعرفو مزيان الله يعمر هدار عنده وطير في قليز ما كيخواش مازال ما عيتي من الطرقان. كنتش نصحاب غادي يبقى فيا بحال هكا. بارك عليك بالشر. عمرني ما حسيت براسي يتيم بحال اليوم.
تنتيتي ولا لا؟ كلنا يتامى. صحة اليتامى. أنا ديما كنت يتيم. بنادم في شكل. أنا في شكل. شحال مرة كنت كنتمنى نهرس ليكم مارتو. دابا ملي مات خلى بلاصتو بالدهش. تنساش تمشي عند الراجل الواحد تيشطح تيشطح اللهم يشطح الامريكان. طلق مني بغيتي تمشي تشطح ليهم سير الله يعاونك. انا ما عزيزش عليا الامريكان. وليودو داك الضخ انا ما عندي ما ندير به. لكن ما تعرف قدروا نشوفو تما الى عندك شي زعم. سيدين زورو من البلاد سمعت رجال ساداتي كونوا ضماني سيدي ابراهيم بس ويا الوليد اطفال راح لي يبغى يزور رجال اللي راح سيدين زورو ضم البلاد ما يدريس ويا الولي فاس البلدي مولا يدريس بندريس اطفال جلابيتات قدني من فاس البريدي جلابيتات قدني رجال الله يا مولا عباس يا الولي اطفال الله وحسيت تزورو ام البلد لما عويش سادتي كونو دماري زور سيدي عمر ويا الولي اطفال الله اسمراق نجيل ويا الولي وانت سلطاني
سيدي حمزه ويا الولي ضيفو لله سيدي عبد العزيز يا الولي ضيفا لله زور رجال السوق سادتي كونوا ضمن الولي بالعريف ويا الولي العطفة لله الولي بن يوسف ويا الولي ضيفو لله ألا الله وسادتي كونوا ضمني زور سيدي إسحاق ويا الولي العطفة لله رجال مرحبا ويا الولي كونوا ضمني حسين عرجان ويا الولي يرفين أبو رمانة ويا الولي ونطا سلطاني أبو البزازل ويا سيدي ضيفو لله الولي بن صالح ويا الولي العطفة لله زورو بو شاقور ويا الولي ضيفو لله ألا لا نجمة سادتي كونو دماني لنا الزنا ويا سيدي العطفة لله أما الأجال باصير زورو هاني اللي لا إله إلا الله العزيز رسول الله على ذي الطلب يا جربة الطلب كل لا ربا يرجل أمين ندي لا 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 يا سيدي ضيفو لله على جربة سير زورو هاني اللي لا إله إلا الله عزيز رسول الله يديم سعادة يا الولي ضيفو لله أنا نجمة ويا سيدي ضمن سيد البربوشي ويا الولي الأطفال اللي بنا باب الخميس ويا الولي ضيفو لله يدي جابر ويا الولي أطفال اللي